حبينا نقول بشجرة الأمل أنه اليوم نحن عنا أمل بالمستقبل. مر الماضي كتير صعب علينا بهالسنين الماضية، ولكن الإنسان لازم يكون دايماً لقدام عنده أمل. بيقول الرب يسوع المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. فالشجرة الصالحة بتعطي ثمر صالح، واليوم لازم نزرع قيم ومبادئ أخلاقية بولادنا، لأنه هدول أمل المستقبل. عدد الأطفال هو 100 طفل يلي شاركونا بفعاليات مختلفة، كورال مع مسرحية. كمان نحن صلنا شهرين عم نتدرب، ما كان عنا كتير الوقت لأنه الأولاد كان عندهم امتحاناتهم وفحوصاتهم، لكن الأمل والتصميم والإرادة هي تعمل كتير المستحيلات. هيدي الأوبريت هي بتحكي عن سوريا والأزمة اللي مرت فيها سوريا، وكيف قامت نهضت ثانية وأعادت بناء الحياة وبناء الإنسان والبشر والحجر أيضا. هذه المسرحية أيضا تتضمن قيم للأطفال: التعاون، حب الوطن، الاهتمام بالزراعة، المواطنة، أيضا كمان يحبون لبعضهم البعض. المشاركة كانت كتير حلوة، وأنا شاركت فيها لأني أنا بحب مدرستي، وهي كانت مشان مدرسة، إنه نحنا كنا طلابة مشان هيك نحنا شاركنا فيها، وكانت كتير حلوة. وبشكر كل الأنسات والأساتذة اللي دربونا.